بينطلع على الصيد بهالطقس. نزار كيف صرت؟ منيح. عثمان وسيرين كيفهم؟ ماشي حاله. لا يكن لك فكرة، جبت لك أمانتك. رح أجيب اللابتوب، بس في عنا مشكلة. شو هي؟ عزيز لا يكون مات؟ لا ما مات، بس ايه اعترف انك انت يلي قوصته. ولك العمى، مو طبيعي هالزلمة ابدا. ليش؟ انا ما تفاجأت ابدا. لو بدي اثق بعزيز ليش لاخره؟ ما اختلفنا، بس يلا خلونا نشوف شغلنا هلا. يلا ماشي. عثمان اخذ الفيديو من واحد اسمه لؤي، بس حسيتهم كانه عم يتخانقوا على شيء. مين لؤي؟ ما بعرفه. شو كنيته؟ شو بيعرفني؟ طيب كيف شكله؟ بطولك تقريبا، حنكه عريض شوي وبيحط حلقه بابنه. نزار بتعرفه؟ غالبا عرفته. يلا فوتي بنتي، هالبيت آمن كتير، ما حدا رح يلاقينا هون ولا حتى عزيز. أمي أنا ما حبيت لهذا البيت. شو عثمان، عيب هالحكي. أنتوا طلعوا لفوق وأنا بعملكم شاي وبيجي. مضيع شي بابا؟ لا لا، كنت مفكر حالي مضيع شي بس لقيته. ماشي تعا حبيبي، خلينا نغسل ايدينا ووجنا. تعا. وين راح؟ انا وين حطيت هالفيديو؟ اذا عم نحكي عن ذات الشخص، هي قصة لؤي كمان. شو هالبني ادم هاد؟ العمى شو سافل، كمان دخل اخته بهالقصة؟ وهلا شو رح نعمل؟ اول شي خلونا نشوف هذا السي دي. لك شو يا امير، لسه ما فتح؟ ما في شي. شلون يعني ما في شي؟ جرب شغله كمان مرة؟ ما في داعي، الدي في دي فاضي. هذا فخ، انضحك علينا. بسيطة يا عثمان، أنا بورجيك كيف رح تكون الفخاخ وراح خليك تندم على كل شي عملته. شو رح تعمل؟ دقله هلا حاكي. اهدى لنشوف شو بدنا نساوي. هلا بلا روق بلا بطيخ. تليفونه مسكر. دق لسيلين. كمان سيلين؟ مثل ما عم قلك. كمان تليفونه مسكر. ما طلبت خدمة الغرف؟ هي أنا، افتح الباب. لؤي أنت بتضل بلا أخلاق، يعني سويت اللي براسك، عملت اللي بدك إياه. هي عم روقي شوي. ما بدي روق. حضرتك بتعرف شو سويت بفتون؟ بصراحة كل الليل كان مشغول بالي بس ما قدرت أتصل. أنا ما كان بدي إياها تعرف بهالطريقة، بس الحق كله على جوزك. أنت شو كنت عم تعمل هنيك بالمدرسة؟ أمتى كنت ناوي تخبرني إنك عم تلعب دور الأستاذ؟ تسمحي لي اشرح لك؟ شو بدك تشرح لي؟ آه؟ صدقت كلامك، بس مثل عادتك رجعت وكذبت علي بكل وقاحة. أنا سلمتك قلبي وروحي وحتى من غير ما أفكر. ظنيت إنك تغيرت. تغيرت أيام. لسه إلك عين تكذب لؤي، بس الحق علي أنا. أنا اللي ارتكبت أكبر غلطة بحياتي لما وثقت فيك، ولمرتين كمان. لا عاد تخليني أشوفك مرة تانية لؤي. تنساني أنا وبنتي فتون، عم تفهم؟ أيام شيلي إيدك عني. شبك، ليش ما بدك تفهميني؟
ليش بدك تقتليني بعد أول غلطة؟ مانك شايفة قديش أنا عم حاول؟ لحظة، تفضلي شرفي، شوفي هدول، كل هدول مشانكم، مشاننا نحن حتى نكون عيلة. كنت أحلم دائماً إنه نفطر سوا هون، تبوسيني على الباب، وإني روح مع بنتي على المدرسة. أنا غبي لأخرب كل شي بإيدي، هذا كله كرمالكم. شو هالكركبة بابا؟ شكلك نضيع شي مهم؟ ايه حبيبتي، وقت جددت جواز سفري حطيته بالشنتاي هون، مو مبين. اكيد هلا بتلاقي. ما ضيعته، يمكن تركته بالاوتيل على الاغلب. هيدي تاركه بالخزانة. بتعرفي كنا مستعجلين، بهالعجلة نسيت طلع بالخزانة. أنا رايح أشوفه بالأوتيل وأرجع. ديري بالك حبيبتي. ماشي، ما رح طول كتير. ألو، لو سمحت، عثمان بولوت بغرفته؟ إيه؟ طلعوا من عندكم؟ إمتى؟ ماشي، شكرا. الصبح طلعوا من الاوتيل. وين رحت يا عثمان؟ وين رحت؟ اذا بيلمس شعره من راس سيلين بقتله وبروح فيها اعدام. لا تحط الاحتمال السلبي فورا، سيلين ما بتترك مجال لهالشيء. ما بعرف، لازم اعمل شيء. رح روح دور عليهم. لا استنى، لؤي عطى السي دي لعثمان، وبما انه طلع فاضي معناتها الحقيقه لسه مع لؤي. اها، ولهيك لازم نلاقي لؤي بسرعه. هو هيك، مدام مواصلين لعثمان نوصل للؤي. لما شفتيني ما قلتي مستحيل أعطيك بنتي؟ أنا عندي حق بوقتها. ما كان عندي حل. تخيلي نحن بنفس البلد، حبيت أنه أعرف شو بتحب شو بتعمل، لأنه ما بعرف شي عنها. بس بتقدر تسألني. ليش كنتي رح تسمحي لي؟ وليك عرفت هلا، مبسوط؟ بعد اللي عملته معها صارت تكرهك وما بتطيقك بنوب. تحمل نتيجة اللي عملته يا لؤي بيك وانبسط وافتخر. ماني فخور باللي عملته، يعني ساويت شي بلا طعمة، بعترف. هيام، عم حاول اتغير كرمالكن وكرمال اقدر رجعكن. صدقيني عم حاول. اسف. حقك، بجوز اللي عملته كان غلطة. ارجوك فهميني، أنا ما قدرت أمسك حالي. اسمع لؤي، بتفهم إنك حبيت تشوف فتون، ويمكن ما كنت متوقع إنه تنأذى، بس ما فيني أقبل بهالوضع. ساعتها لو إجيت واعترفت لي كان ممكن وقتها إني أقدر سامحك. ما خطر لي. ما عاد أثق فيك أبدا. هيام، اسمعيني لو سمحتي، لا تروحي.
فوتون؟ حبيبتي صباح الخير. صباح النور. ليش ما لبستي؟ شو مو رايحة على المدرسة اليوم؟ لا مو رايحة. ليش مريضة يعني؟ ماني مريضة، بس إذا ضليتي هون رح تبردي وتمرضي كمان. ما عرفت إنك مخبيتيها، فكرت ضاعت. ضيعتها مرة بس أنت لقيتها. دورت بالحديقة والسيارة والبيت، دورت بكل مكان بس ما دورت بالمسبح. وقتها أبي نزل على المسبح بالليل وما همه أنه الكل كانوا عم يتمسخروا عليه. ما كان عندي حل تاني. أميرتي عم تبكي وكانت نعسانة كتير ومضيعة رفيقتها بالنوم. فتون، ليكي إذا مرضتي أمك رح تزعل كتير، وكمان مو صح تغيبي. إذا جهزتي حالك بسرعة رح تلحقي الحصة التانية. أنا ما بدي روح على المدرسة. ليش؟ حبيبتي من إمتى بتخبي علي؟ ممكن تقولي؟ رح أقول. معناها تحكي لي حبيبتي. ما بدي شوفه لهداك الأستاذ بعد اليوم. هو مانو أبي أكيد. بابا كرمالي ساوي شي لو سمحت. اشتكي عليه للشرطة، خليهم ينقلوه من عنا أو انقلني أنا من المدرسة، بس المهم يبقى بعيد عني، ما بدي شوفه. أمي الفطور جاهز على الطاولة، بدي روح ودي هدول على المحل. ماشي، بس ارجعي رأسا. طيب. رنيم اصحك تروحي على المشفى لعنده، بتخلصي شغلك وبترجعي بوشك على البيت. في داعي ذكرك؟ مو قلت لك طيب أمي؟ يلا سلام. صباح الخير. لك من وين بده يجي الخير؟ اهدي شوي. ما رح اهدى. شو بتعمل؟ انا شو اللي جابني لهون وكيف اجي؟ رح احكي لك بس اهدي وروقي شوي. شو صار لك؟ هي هديت. امبارح بالليل كنتي فوق لحالك. ايه كنتي بردانه، قلت لك بوصلك ما قبلتي، قمت جبتك. ليش ما تركتني برا؟ كان متاخر الوقت وبرد، لهيك ما طوعني قلبي. انت شو بدك مني؟ احكي. ولا شيء. كيف يعني؟ بس تنتهي الإجراءات بعد الظهر بنخرج حضرتك عزيز بيك. شكرا دكتور. وقت تطلع من هون اهتم بحالك لأنه عمليتك كانت صعبة. من هلأ لمدة شهر رح تجي ممرضة لعندك على البيت، وما بيصير تهمل الجاية على المشفى مشان الفحوصات الروتينية. لا تقلق دكتور، من هلأ ورايح بابا بأمانتي. ايه أنا بأمانته. رح أرجع بعد الظهر، لازم تضل مرتاح. يلا معافى. شكرا. بابا انت منيح؟ ايه ممتاز. اكيد قصة نزار مضايقتك بابا، بس انت عملت الصح، لا تلوم حالك على الفاضي. كل هالسنين تعبت عليه وكنت قبله له وربيته، وكيف رد المعروف خانك، نسي كل شيء فوق كل الشغلات اللي ساويتها معه وقوصك.
يستاهل يتعاقب على اللي سواه. وين يسرى؟ ما شفتها ابدا. غسان وهيام كمان وينهم؟ بعتهم ما انا موجود معك، بس اذا بدك اياهم برجع ببعت وراهم. لا 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 تخليني يجوا. يلا انت كمان طلع لبرا وارتاح شوي. ما رح اطلع لبرا بابا. لك اسمع الكلمه قبل ما اطلع بخبرك. يلا بابا. مجد اطلع، بدي نام شوي. طيب اذا لزمك اي شيء خبرني. طيب. عم اقول ليش المشفى منور؟ هلا بشوفنا حدا ويشوفونا. شو يعني؟ ليه عم تطلعي بهالطريقة؟ مو مصدقة عيوني، كأني بحلم حلو، يعني حلو لدرجة مستحيل يكون حقيقي. شو هالشغلة؟ وبلكي انتزع. كل هدول أوهام أمك. لك في حدا ما بيحبك ببيتنا؟ الكل رح يقبلوا فيكي بتشوفي. هو صحيح بس. خلصنا رنين، لا تخافي من شيء واسمعي كلامي. شو جايبتي لي معك؟ طلعت من البيت بحجة طلبية المحل. وأنا عم أقول لحالي من وين جاي كل هالروايح؟ كيف صار أبوك؟ منيح، رح يخرجوه بعد الظهر، بس هو قلعني، قال بده يرجع لحاله. أنا ما قلت لك إنه رح يصير أحسن؟ إيه قلتي لي وكل كلامك طلع صح. يلا ننزل وناكل كل هدول بالكافيتيريا، ومشان أبي يفكرني مشيت، أكيد ما رح أمشي وأتركه بهالحالة. أكيد. امشي. أهلا وسهلا. الكعك سخن والشاي جاهز. سمي بالرحمن، صحة وهنا. يسلم. كأنه عذبتك معي كتير. مو مهم. يا سلامة بسيطة، لا تخجل قول. مزبوط عذبتيني شوي بس مو كتير. العذاب مو مشكلة، الإنسان متعود على العذاب. ما تضايقي حالك. يا ريت لو بقدر. كملي فطورك وبعدها بوصلك، أو إذا بدك. ليش سكتت؟ دقي لنزار بركي بيجي بياخدك. انت منين بتعرفه لنزار؟ ما بعرفه، بس وانت نايمه كنت عم تهلوسي باسمه. ما في لزوم، بروح لحالي. حتى لو اتصلت ما رح يجي. هو مسافر؟ تيتي رح ترجع تجي لعنا؟ اشتقت لها مو؟ ايه بس اشتقت له لبابا اكثر منا. انا كمان اشتقت له كتير. امي لساتك بتذكر البيت الخشب؟ خلينا نروح عليه بس يجي أبي. طبعا حنروح حبيبي. يلا. ليك لو ماني واثق بحالي ما جبت لك أكتر كتاب بحبه. رح اقرا باستمتاع. كيش ملك؟ ألف مبروك. شكرا.
ألو بنتي؟ أنا مالي بنتك ولا شي، أنا عندي أب فهم. فوتون اسمعي، لازم نحكي. ما في أي شي نحكي فيه أنا وياك بنوب. أنت مستحيل تكون أبي. لك قلت لك ما عاد بدي أشوف وشك، عم تفهم؟ ممكن تعطيني دقيقتين بس، خليني فهمك كل شي. ما بدي اسمعك ولا حتى بدي افهم. انت واحد كذاب كبير، انت مستحيل تكون ابي. اذا بصادفك او بشوفك مرة تانية رح اشكك للشرطة، عم تفهم علي؟ فوتون، مرحبا، يعطيك العافية. أهلين، بشو بساعدك؟ بصراحة أنا عندي صديق نازل عندكم وأجيت لشوفه. بس عفوا، الضيف ترك اسمك شي يا بيك؟ لا، أنت دلني على غرفته وأنا بطلع وبحكي معه. أعذرني، إذا اسمك مو على قائمة الضيوف ما بقدر دلك أبدا. يعني ما بتقدر تساعدني؟ إذا بتحب استناه ببهو الاستقبال. لو ماني مستعجل بستناه، الموضوع ضروري شوي، فيك تساعدني يعني لو سمحت؟ أنا ما فيني أخدم حضرتك بأي شيء مع الأسف، بعتذر كتير. ما تصعبة هيك، ما بدي غير رقم الغرفة. يلا صادق استعجل، هلأ بيجي. وهي إجا برجلي لعنا. نزار، شو متفاجئ كأنك؟ هلنا زمان ما التقينا مو هيك؟ إلا ما نلتقي. ما كنت متخيل نلاقيك بهالسرعة. لنشوف بعد هلأ وين ممكن يلاقوه. إذا علقناه على شي شجرة شلون ممكن يلاقوه؟ هاي سهلة، قصة التعليق بسيطة. شو هالعلقة هاي؟ شبكي أنا مجنونة مو هيك؟ لا، الكل هيك بيقولوا. عادي، مو مشكلة. أحياناً ما بجن، وأحياناً ما بطلع من هالحالة وبتطول كتير. ولا خلصت؟ ما رح تخلص أبداً. ما عندي شي بحياتي غير نزار حبيبي، شو بدي حط مكانه لأخلص؟ بس نزار مو هون. لا، هو هون، روحه لساته هون، هو موجود بقلبي. نزار دايما بيروح، بس كل مرة بيرجع بيجي، ما فيني أعيش من غيره. وهالمرة رح يرجع كمان؟ ما بقدر إلا أستنى. ما رح طالعه من حياتي وقت اللي بده يرجع، وهذا أفضل شيء. وإذا ما رجع؟ ليش حتى ما يرجع؟ تعرف أنا سامحته بعد كل العذاب اللي تسبب لي فيه، وهذا السبب اللي رح يخليه مثل العادة يرجع لي. حتى ترجعي تسامحين؟
السماح بالنسبة لأي إنسان مثل الولادة من جديد، أنا هذا رأيي. وما بتعرف قديش سامحت وحسامحه عطول. أنت منيحة؟ إيه. بخاطرك لازم أمشي. لوين؟ شكراً على كل شيء. شكراً لك. صحتين. وأنا مين هاد؟ شوفي. ألو نعم؟ إيه بلا أختي يسرى، شوف في خير؟ أنت مين لو سمحت؟ حضرتك وين؟ ما بتأخر، جاي فوراً. لا تتحرك من هنيك، انتظرني. خير، شو الموضوع؟ آخ منا، حكاني واحد غريب، ما بعرف يسرى شو عامل. شو؟ كيف يعني؟ شو بيعرفني كيف رنيم؟ منروح ومنفهم، رح تجي؟ معلوم، جاية طبعاً. وقف. نزار، بتعرف اني اشتقت لك كتير؟ انت ما اشتقت لي كمان؟ كتير كتير اشتقت لك. خربت سيارتي نزار، بدي اجيب لك غيرها. ايه بدي اجيب لي اياها تكون كبيرة، جواتها احمر، وبدي اياها تكون كلها حمرة. اكبر سيارة. ماشي نزار، انت طلعت بابا عن جد. يا سلام. ماما قالت لي انه انت بابا. شفت له بابا بعدين. وينك يا نزار؟ وينك؟ مين هاد؟ عثمان ما؟ رد حكي وافتح السبيكر. يلا ألو. نعم. وينك لؤي؟ شبك ما ترد؟ عندي كم شغلة بدي خلصهم. يعطيك العافية. كم شغلة؟ في شي مشكلة؟ وينو الفيديو؟ معي، نسيته بالفندق امبارح. بدي جيبه بسرعة. ماشي رح وصل لك يا. وينك؟ سيلين لحالة بالبيت، تعال هديك. طيب بعتلي العنوان. طيب رح أبعته، لا تتأخر، مستعجل. سريع أمير. يلا. عالبيت عزيز بيك. خلينا نصفي حساباتنا بالأول وبعدين عالبيت. تفضل. انت منيح؟ ايه منيح. يلا Thank you.
بدي خبرك بقراري غسان. غيرتي رأيك معك. رح نسيكي كل اللي صار هي، وتأكدي حياتنا رح ترجع أحلى من قبل بوعدك. ما غيرت رأيي أبدا، بدي نتطلق. ومحرزة كرمال هالكذاب انك تدمري لنا حياتنا نحن الثلاثة ببساطة. ما رح دمركم، زعلتك كتير بعتذر، بس شايفة انه هو الحل الوحيد. هو ما في يسعدك هيك، بتنهي فتون وبتنهي حياتك. ما رح دخل لؤي لحياتي مرة تانية، لا تقلق، وما رح اتطلق منك مشانه. لكن شو السبب؟ أنا مو مبسوطة بجية لؤي، فهمت هالشي أكتر بكتير، وما عاد بدي كمل بهالزواج بعد هلأ. اسمعي، إذا مصممة على الطلاق انتظري شوي، فكري لو سمحتي. المفروض تراعي حالة فتون. ما عاد بدي كذب عليها أكتر، هي كبيرة ورح تستوعب. هيام لو سمحتي فكري شوي، فتون انجرحت من هالقصة. بعرف شلون داوي جروحها، فتون واعية كتير، مع الوقت رح تفهمني. عم تتصرفي بأنانية. ما عم بتصرف بأنانية، فكرت كتير ورح بلش حياتي من أول وجديد. بالنسبة إلي وبالنسبة إلها هذا أحسن قرار أخذته. إذا رجعت لهون اتصل وخبرني. تكرم. شكرا لك. شو نعمل؟ شو بيعرفني؟ وين بدي لاقي هالمجنونة هلأ رنين؟ شكرا كتير. لسه في كتير جهاد؟ رح نوصل عزيز بيك. يلا خلصني استعجل. أمرك يا بيك.